وللحديث عن تطورات الأوضاع في كل من سوريا وتركيا بسبب تداعيات الزلزال الذي ضرب البلدين، معنا من إسطنبول المحلل المختص بالشأن التركي السيد عمر كوش، ومن باريس الصحفي السوري فراس علاوي. مرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ عمر، ما الحاجات الأساسية لتركيا حاليا ومدى رضا أنقرة عن الدعم الدولي والإقليمي المقدم لها؟ يعني المساعدات الحقيقة والدعم الدولي يعني وصل إلى تركيا مبكرا، يعني بعكس طبعا شمال سوريا الذي لم يصلها شيء إلى اليوم. هناك أكثر من 70 دولة طبعا، وهناك أيضا منظمات طبعا دولية عديدة قدمت مساعدات وأرسلت فرق إنقاذ وطبعا بحث. والوزير الخارجية التركي تحدث عن أن هناك فرقا من 61 دولة على الأرض، بمعنى تساهم في عمليات البحث والإنقاذ. وبالتالي حجم الحقيقة التعاون الدولي والمساعدات الدولية، يعني نستطيع أن نقول أنه كان كبيرا بالنسبة إلى تركيا. وطبعا هناك بعض الدول خصصت يعني ملايين الدولارات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي خصصت وكالة التنمية فيها 78 مليون دولار لتركيا كمساعدات وسوريا. وأيضا طبعا هناك ألمانيا التي خصصت ملايين الدولارات، والاتحاد الأوروبي. والمهم الحقيقة طبعا أن فرق الإنقاذ هي الدولية يعني ساهمت بشكل كبير الحقيقة في عمليات البحث والإنقاذ من هم تحت الأنقاض. وأيضا في مجال الخيام ومجال طبعا المساعدات الطبية أيضا هناك مساهمات دولية عديدة. نعم أستاذ فراس، على العكس تماما يبدو الوضع في الشمال السوري مع الأسف الشديد. هناك حالة من التباطؤ والتخاذل العالمي والدولي، وهناك أزمة إنسانية واضحة لا تقابلها، يعني لا يقابلها حراك حقيقي تجاه هذه الأزمة. كيف تقيمون الأوضاع بعد مرور 5 أيام تقريبا؟ سؤال لي يا أستاذ. نعم تفضل أستاذ فراس. مساء الخير. بداية الرحمة لشهداء الزلزال من الشعبين السوري والتركي، والشفاء للجرحى والعودة للمهجرين من بيوتهم. حقيقة الأمر على العكس تماما مما يجرى وتوضحه يعني ضيفك، بما الدعم الدولي المقدم لتركيا، وكان دعم يعني على مستوى عالي جدا. على عكس ذلك ما حدث في الشمال، للأسف اليوم الرابع بعد مرور 4 أيام حتى اللحظة بدأ دخول خجول جدا لبعض المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري. نحن نعلم بأن 72 ساعة الأولى هي مهمة جدا لعمليات الإنقاذ. كل هذا جرى بجهود محلية. هناك كارثة حقيقية في الشمال السوري، مدن قرى كاملة دمرت تقريبا، أحياء في مدن دمرت بدون أي مساعدة دولية. هناك يعني تخاذل، وهناك بطء يندى له الجبين من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة بشكل خاص. هناك غزارة بالتصريحات، ولكن للأسف هناك فقر كامل، وبالأحرى هناك عدم وجود أي دعم دولي حقيقي للشمال السوري. ما تم عمله في الشمال السوري هو عمل جبار من قبل المنظمات المحلية وخاصة الدفاع المدني والحوض البيضاء وبعض الناشطين والأهالي الذين باتوا يحفرون بأظافرهم لإخراج جثث أطفالهم وعائلاتهم. للأسف لليوم الرابع حتى بدأت طلاع هذه المساعدات الدولية تصل، وحتى هذه المساعدات على يعني على قلتها لم تكن نوعية. هناك متطلبات أساسية لم تصل حتى اللحظة. هناك مناشدات من الناشطين ومن الكوادر الطبية. هناك نقص كبير الآن، منذ أقل من نصف ساعة وصلتنا مناشدة بأن هناك نقص كبير بالمعدات والتجهيزات والأدوية الطبية والأدوية الإسعافية والمعقمات والسيرومات وأكياس الدم، وأيضا
الشاش والقطن والمواد المستخدمة بالإسعافات الأولية. أيضا هناك نقص تام بموضوع أدوات الحفر وأدوات اللازمة للحفر. هناك جهود جبارة من قبل عناصر الدفاع المدني، على الرغم من يعني توفر العنصر البشري، إلا أن عدم وجود آليات وعدم وجود دعم دولي حقيقي أدى إلى تأخر عمليات انتشال إنقاذ الضحايا، وبالتالي تحول هؤلاء المصابين إلى جثث وإلى ضحايا بسبب تأخر عمليات الإنقاذ، والسبب بذلك هو تأخر الدعم الدولي للشمال السوري. مع الأسف أستاذ عمر، نحن نتكلم عن حالة طوارئ أعلنتها الحكومة التركية، هل تتوقع أن تساعد هذه الحالة في مواجهة تداعيات الزلزال التي على ما يبدو أنها قد تستمر لفترة ليست قصيرة؟ طبعا في الأزمات والكوارث الحقيقة أهم شيء هو إدارة الأزمة وإدارة يعني أعمال الإغاثة التي طبعا تقوم، وأيضا مساعدة الضحايا المصابين، وأهم شيء يعني أيضا هناك طبعا جانب آخر وهو ضبط الوضع الأمني، لأننا يعني شهدنا في عدد من دول العالم الحقيقة عندما تقع كارثة ما طبعا يستغلها بعض طبعا المحتلين والسارقين من أجل طبعا أن ينهبوا بعض المحلات سواء العامة أو الخاصة، وهذا طبعا جرى أيضا في بعض الولايات التركية، يعني شاهدنا بعض الفيديوهات والصور بالفعل بعض الأشخاص الذين قاموا بأعمال سرقات ونهب، وأيضا هناك عمليات احتيال الحقيقة باسم يعني مساعدات ومساعدة المنكوبين، وطبعا حتى في بعض الشاحنات التي تنقل مساعدات يعني هناك محتالين طبعا كانوا يحاولون السطو على بعض الشاحنات وتم القبض حتى على جزء منهم، وبالتالي كان ضرورة الحقيقة إعلان حالة الطوارئ من أجل التعامل من هكذا مظاهر التي يعني الحقيقة هذه المظاهر مع كل الأزمات الإنسانية مع الأسف يعني يظهر هؤلاء القلة الحقيقة، لكن يجب محاسبتهم ويجب وضع يعني أن يشعر المواطن بأمان، ولذلك طبعا اضطرت الحكومة التركية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. نعم أستاذ فراس، وصول المساعدات بشكل متأخر جدا، ويعني هل كان بإمكان العالم بالتواصل مع كل الجهات المعنية، مع نظام الأسد، مع المعارضة، مع أي دول مجاورة لسوريا، هل كان بالإمكان وصول مساعدات بشكل أسرع وأكبر من ذلك؟ للأسف التعامل الدولي هو تعامل بطيء، يعني كانت ذرائع جدا واهية، كان هناك ذراع بأن هذه هي البيروقراطية، يعني البيروقراطية التي تتم على حساب الدم السوري. للأسف كان التعامل مع نظام الأسد. طبعا هنا أريد أن أنوه بأن جميع ضحايا الزلزال هم مدنيون سوريون، نحن نتعاطف معهم بأي مكان سواء كان أساسا، وحتى يعني الأتراك والسوريين كلهم، يعني نحن نتعاطف مع جميع الضحايا، ولكن مقارنة بتأثير الزلزال بالشمال السوري وما قدم للنظام، ما قدم للنظام كان يعني أكثر بكثير بكثير جدا مما قدم للشمال السوري. الشمال السوري إذا أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام فهو صفر مساعدات قدمت له حتى اللحظة، يعني هناك بعض المنظمات التي دخلت، منظمات أهلية محلية وبعض المنظمات التركية مثل IHH التي دخلت إلى الشمال السوري، وهناك بعض المتطوعين الذين دخلوا. إغلاق المعابر كان جريمة بحق الشمال السوري. بالمقابل دعم النظام السوري بطائرات وبجسر جوي من بعض الدول التي تدعمه سياسيا هي محاولة للتسييس ما يحدث الآن، محاولة تسييس الكارثة الإنسانية. هناك وصلتنا شكاوى من داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري والتي ضربها الزلزال، تقول بأنهم لم يستفيدوا بأي شكل من الأشكال من المساعدات التي قدمت. أيضا هناك فيديوهات وهناك شهادات تقول بأنه تم بيع المساعدات التي وصلت إلى مناطق النظام السوري. هناك ازدواجية واضحة بما يتعلق بعملية دعم التي قدمت لمناطق التي في، طبعا اتحدث عن سوريا، عن الجغرافيا السوريه، ازدواجيه واضحه من بعض القوى او بالاحرى الدول التي دعمت وقدمت دعم للنظام. هناك حديث عن مئات الملايين التي وصلت للنظام. بالمقابل كما تحدث لك هناك
عدم وصول اي شكل من المساعدات. اليوم فقط دخلت مساعدات من كردستان عن طريق معبر باب السلامه، وهي القافله الاولى التي دخلت الى سوريا، وهناك شمال سوريا، وهناك حديث عن المتطوعين المصريين، وايضا هناك حديث عن فريق نعم، اسباني دخل. هل اليوم تتوقع تم ان للاسف يفعل اعلان النظام شيئا ما باتجاه انتهاء هذه الازمه حالات استاذ الانقاذ فراس؟ والبدء بعمليات الانتشال من تحت الانقاض. كل ذلك سببه هو الاساسي هو تاخر المساعدات الى الشمال السوري، على عكس ما تم كما ذكرتك في مناطق النظام والتي تمتلك الدعم الذي وصل اليها عن طريق عدد كبير من الدول، ولكنه لم يتم العمل على انقاذ ضحايا الزلزال، وانما تم استخدام هذا الدعم لاغراض سياسيه هدفها اعاده تعويم النظام وايضا التهرب من العقوبات التي وضع عليها المجتمع الدولي. وأنت بذلك لا تتوقع أن يوصل النظام أيًا من هذه المساعدات للمنكوبين في الشمال السوري؟ طبعا يعني هلا النظام اعلن انه سيسمح بعبور المساعدات للنظام لمناطق الشمال السوري، ولكن حقيقه الامر اذا هذه المساعدات لم تصل الى المناطق التي يسيطر عليها كيف ستصل الى الشمال السوري؟ هناك تصريحات من بعض خارجيه الدول خاصه الخارجيه الالمانيه والخارجيه الفرنسيه بانه ستتم عمليات الدعم على الارض بواسطه الفرق الألمانية والفرنسية، مما يعني أن هناك عدم ثقة بهذا النظام السوري، فإذا كانت الأطراف الداعمة لا تثق به فكيف نحن في الجهة المقابلة من النظام سنثق بإيصال تلك المساعدات إلى الشمال السوري؟ نعم أستاذ عمر، حديث الرئيس أردوغان، يعني أولا دعنا نتكلم عن حجم المساعدات التي من المفترض أنها وصلت من دول العالم العربي. بعض الدول قامت بجسور جوية، بعضها شعبيا جمعت مبالغ كبيرة، وهذا واجب الجميع في الحقيقة في ظل هذه الأزمات، سواء تجاه الشعب التركي أو الشعب السوري، وكلنا شعوب واحدة. ما أهمية ذلك في تعزيز العلاقة بين هذه الشعوب التي تعيش في جغرافيا واحدة تقريبا، وتعيش نفس المشاكل والآلام، وحتى نفس الأمال في مستقبل جيد؟ يعني الحقيقة دائما كان الخلاف هو بين الأنظمة، يعني نعم. الشعوب الحقيقة لم تعادي بعض نعم. ولا أبدا في أي مرحلة من المراحل، لا على المستوى العربي ولا على المستوى التركي نعم. ولا حتى على المستوى الأوروبي. الدعم الحقيقة والتضامن سواء الرسمي العربي على المستوى الرسمي أو العربي على المستوى الشعبي كان كبيرا جدا، وهذا طبعا الحقيقة يعني على المستوى الشعبي متوقع وأيضا على المستوى الرسمي متوقع، لأن تركيا طبعا لها علاقات طيبة، وخاصة بعد تطبيع العلاقات مع كل من العربية السعودية والإمارات وحتى طبعا مصر، وبالتالي هذا انعكس إيجابيا على وقوف طبعا جميع الدول العربية تقريبا مع طبعا كارثة الزلزال، وإرسال مساعدات هامة الحقيقة، وسواء يعني على مستوى الطبي أو على المستوى الإغاثي أو على حتى المستوى الشعبي بحملات التضامن والتبرع التي جرت في السعودية وفي الكويت وفي قطر أيضا، يعني دعمت بشكل كبير جدا يعني تركيا، وبالتالي هذا يعني يساعد أيضا تركيا في تخفيف طبعا العبء الثقيل الملقى على عاتقها. لكن كنا نتمنى أيضا أن يكون هذا الحجم من التضامن الرسمي مع الشمال السوري، لأن نعم الشمال السوري متروك الحقيقة وهو بحاجة إلى مساعدات، وأيضا طبعا تركيا يعني من المهم أن يكون هناك مساعدات، لذلك تركيا راضية الحقيقة، وهناك طبعا شعور حتى على المستوى الشعبي أن الأتراك لم يتركوا في هذه الكارثة لوحدهم. نعم أستاذ فراس، يعني في موضوع ربما يكون ذو صلة بما نتحدث به، زيارة بشار الأسد لحلب اليوم والرسالة من لقائه في حلب بأبو فدك المحمداوي رئيس أركان هيئة ميليشيا الحشد، ماذا يفهم من ذلك في ضوء هذه الكارثة التي حصلت في الشمال السوري؟ أستاذ فراس، يبدو أن الأستاذ فراس لا يسمعني بوضوح،
في هذه. لا لم أسمع السؤال بعد، يعني بعد إذنك نعم ممكن تعيده؟ نعم كنت قد تساءلت معك عن يعني رأيكم ونظرتكم لزيارة الرئيس أو رئيس النظام بشار الأسد لحلب ولقائه بأبو فدك المحمداوي رئيس أركان هيئة الميليشيات أو ميليشيا الحشد. حقيقة يحاول نظام الأسد كما ذكرت لك منذ البداية الاستثمار سياسيا في الكارثة التي حصلت، يعني كان ليس من المستغرب أن نجد مسؤولين إيرانيين في المنطقة. إيران أيضا تحاول الاستثمار في محاولات دعم وإعادة تعويم نظام الأسد في المنطقة. باعتبار حلب هي المنطقة الأكثر تضررا في الزلزال، فكان لابد من بشار الأسد ونظامه أن يستفيد من هذه الحالة، ولكن وجود يعني المسؤولين الإيرانيين في المنطقة هو عبارة عن رسالة عن هيمنة إيران على المنطقة، وأيضا على أن بشار الأسد لا يستطيع التحرك منفردا في أي من المسارات، حتى المسارات الإنسانية في سوريا، إن لم يكن هناك دعم إيراني ووجود إيراني. وهذا عفوا يدل على مدى التغلغل الإيراني في مفاصل النظام السوري، وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن نعم استقلالية مطلقة أو حتى استقلالية جزئية للنظام السوري في أي من تلك الملفات دون أن يكون هناك تدخل إيراني في المنطقة. شكرا. نعم طيب أخيرا أستاذ عمر، هل تتوقع أن تكون هذه الأزمة التي تمر بها كل من سوريا وتركيا كفيلة بإعادة الحسابات والاستفادة منها؟ هذه الشعوب مرت بأزمات كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، وهي الآن تمر بأزمة الكوارث الطبيعية أيضا. يعني نتمنى الحقيقة أن تكون الكارثة درسا لمزيد من التضامن والتعاون بين طبعا شعوب المنطقة، وأيضا الحقيقة مناسبة للشعور بالكارثة التي يعني ألمت على السوريين بسبب الحرب التي شنها النظام عليهم، ومزيد من التضامن معهم لأنهم تركوا لوحدهم. ومفترض طبعا الحقيقة أن تكون دروس الكوارث يعني مثالا يحتذى للوحدة، وحدة يعني الجنس البشري، لأننا يعني كلنا معرضون الحقيقة. وعندما طبعا تضرب منطقة ما أو شعب ما بنكبة ما أو بكارثة ما طبيعية، نلاحظ أن هناك بالفعل يعني تضامن دولي كبير جدا، ويجب أن يكون هذا التضامن الحقيقة على المستوى الحدث وعلى مستوى حجم المصيبة التي تلم بهذا الشعب أو بذاك. وبالتالي نتمنى هذا أن ينعكس على المستوى السياسي أيضا، لكن مع الأسف السياسة دائما ما تفرق الشعوب وتفرق الدول نعم. بين بعضها البعض. السيد عمر كوش والسيد فراس طول علاوي طول شكرا لكما.